أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا أن روسيا لا تعبر أو لا تعير أي اهتمام لكيفية انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظرا لأن هناك إجماعا في واشنطن على نهج المواجهة ضد موسكو. وفي تصريحات لها أوضحت زاخاروفا أنه إذا حدث تغيير في السياسة والمقترحات الأمريكية ستكون موسكو مستعدة لبحثها وفقا لمصالحها، ومضيفة أن روسيا ستدافع بحزم عن مصالحها خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا أمنها القومية. هذا وأشارت زاخاروفا إلى أنه سيكون من المنطقي أن يركز الرئيس الأمريكي المنتخب على حل مشاكل بلاده وعدم البحث عن مغامرات مع دول أخرى.